للتشرف بملاقاتكم. ترددت كثيرا، وكان من سبب ترددي أنني أشفقت على نفسي وعليكم. أما إشفاقي على نفسي فلأني لا أملك من مواهب التمثيل سوى تمثيل نفسي على سجيتها، وجه كالح وصوت متهدج أكل منه فيروس الزكام ما أبقاه فيروس النظام. وأما إشفاقي عليكم فلأنكم لن تشهدوا سوى رجل يعيد على مسامعكم ما بين أيديكم من شعر. لكنني على الرغم من هذا ملكت الجرأة وأتيت إليكم، والأمل يحدثني بأنكم ستتحملون ضيفكم مهما ثقل ظله، وأعتقد أن أملي في محله لأنني تعودت عدم خيبة الأمل إلا فيما يتعلق باستعداد الأنظمة العربية لتحرير الأرض المغتصبة. ولكي أبدد شيئا من سأمكم فإنني أعدكم بأن أقرأ هذا المساء مجموعة من اللافتات التي لم تنشر من قبل والتي يقع بعضها في إطار المنع الشديد، ومنها لافتة الممثل المشهور ويوسف في بئر البترول. وقبل أن أبدأ أود أن تسمحوا لي بإيضاح بعض الأمور الخاصة بي وبشعري، وأرجو أن لا يكون هذا مضيعة لوقتكم. من هذه الأمور أن البعض يتساءل عما إذا كان أحمد مطر هو اسمي الحقيقي أم اسمه المستعار، وحسب معرفتي أقول أنه اسمي الحقيقي، ولكن يبدو أنني أنا المستعار. فحتى الآن أجد عناء شديدا في إقناع بعض الجهات الرسمية بأنني أنا. ومن الأمور التي أود إيضاحها أيضا أن بعض لافتاتي قبل أن يجمع جزء منها في ديوان قد تصرف فيه بعض الناس، بعضهم بحسن نية والبعض الآخر ربما بسوء نية، وقد أردت التنبيه إلى هذا حتى لا يساء فهم مواقفي نتيجة لعوامل الإضافة والنقصان بعد نشرها في الجريدة. وأنا في كل حال أحب أن تبقى قصيدتي كما قلتها، لكي أكون ملزما بأن أقدم رأسي ثمنا لرأيي لا للرأي المضاف. والأمر المهم لدي أيضا أنني أود الدفاع عن حزني وعن يأسي في مواجهة من يؤاخذني على شدة اليأس وانعدام الأمل. فأقول إن اليأس والحزن لدي ولديكم زهرتان بريتان شاخصتان في هذه الأرض، وأما الأمل فإنه يراودني أحيانا عندما يأتي خالصا وحقيقيا بسبب ومضة كرامة هنا وبريق حرية هناك. لكنني لن أسمح لنفسي باصطناع الآمال ونحن في وهدة الذلة والموت، لأن هذا ليس من مهمات الشاعر الصادق بل هو من مهمات الحكام. أنا أغني للأمل عندما يكون وردة طالعة من رحم الأرض، لكنني أخجل من إيهامكم بأن تستروحوا العطر من الورود البلاستيكية. نعم أنا حزين وأنتم كذلك، لأننا جميعا مقموعون، مقموعون منذ الولادة، وأننا نرصف بسلاسل ذرعها السماوات والأرض من التضييق والإرهاب والكبت والخوف، وأننا نولد ونموت في معتقل أمريكي كبير يسمى الوطن العربي. يريدون مني أن أضحك وأن أطفح بالبشر، وتلك إحدى عجائبنا العربية، أن يطلبوا من الإنسان الضحك في بيت العزاء. لماذا أضحك؟ فلسطين ما زالت بيد الأعداء، ولبنان ما زال يؤكل قطعة قطعة، والمشردون ما زالوا يموتون من البرد، وفوق جثثهم تمتد أنابيب البترول العربي لتوفر الدفء لأمريكا وأوروبا،
وأمريكا وأوروبا ما زالت تعتصر دموعها على ضحايانا وتعتصر دماء ضحايانا قاصدة ساكنة لتدفئة إسرائيل. لماذا أضحك؟ الأمريكي يجرح سهوا في مشاجرة بملهى في إسطنبول فيهتز البيت الأبيض ويحمر وجهه غضبا ليرد اعتبار مواطنه الأمريكي. وغاية مطمح للعربي أن يقيم في أمريكا 5 سنوات تؤهله للحصول على جنسيتها من أجل أن يضمن إذا عاد إلى الوطن العربي أن لا تعامله الحكومات العربية كمواطن عربي بل كإنسان له كينونة وشخصية وكرامة. لماذا أضحك؟ المخبرون منتشرون حتى في مسام أجسامنا وكل قطرة عرق بتقرير وكل دقة قلب بتقرير. والعجيب أنك تجد المخبر السري في كل العالم سريا إلا في أوطاننا فهو علني، وإلا فكيف يمكن أن يؤدي وظيفته في بث الرعب في نفوس الناس؟ يجلس في المقهى في حلكة الليل واضعا على عينيه نظارة شمسية سوداء ومظهرا مقبض مسدسه من فتحة الستر الظاهرة في آخره ومغلقا وجهه في الصحيفة. وهكذا تجده كل يوم فتقتنع تماما بأنه لا يقرأ الجريدة. فلو قرأ كل مخبر هذا العدد الهائل من الصحف خلال أيام عمله لكان قد شبع ثقافة ووعيا ولاستحى وقدم استقالته فورا. يضع السيجارة بين شفتيه ويقول لك بكبرياء: عندك ولعة؟ ولأنك مهموم أبدا تتنهد وتقول: عندي لوعة. وفي هذه الحالة يحب لتأدية واجبه فيقبض عليك بتهمة شتم الحكومة. وعندما تتشاطر وتقول له: وبأي صفة تقبض علي؟ يبتسم ابتسامة صفراء ويقول لك: أنا شرطي سري منتهى السرية. عندما تريد الخروج من زنزانة إلى زنزانة أخرى في المعتقل العربي يقبض عليك في المطار وتقاد للتحقيق عدة أيام، وبعد أن ينزعوا جلدك يعتذرون إليك قائلين: عفوا تشابه في الجسم. وتقع عينك على زاوية بمجلة تسألك: هل تعلم أن البكاء يحرك 21 عضلة في جسمك بينما الضحك لا يتعب سوى 3 عضلات؟ فاضحك تضحك الدنيا معك. ولكن أحدا لا يسألك: هل تعلم أن العصية والخراطيم في غرفة التحقيق تحرك 700 عضلة في جسمك؟ لا يقال لك هذا، لا يقال لك هل تعلم لسبب بسيط هو أنك تعلم. كيف لا أحزن؟ وكيف أدعي الأمل ونحن غارقون تماما في مأساتنا؟ نموت بالجملة كل يوم وأصحاب الشركات الثورية المقفلة يستعرضون ارتفاع أرصدتهم مع قوائم عدد قتلانا، ولا أحد منهم يموت ككل أبطال أفلام الكاوبوي الأمريكية. كيف أدعي الأمل ونحن ضحايا تساعد جزاريها على ذبحها وتؤمن بصحف وإذاعات الأنظمة أكثر مما تؤمن بالله؟ يحاصرني اليأس من كل جانب، تجبرني أوضاعنا حكومات وشعوبا على التآكل. نحن لو ملكنا شيئا من كرامتنا وإنسانيتنا لثرنا من أجله، لكننا موتى. نصف قارة تموت من الجوع ونحن نرمي في المزبلة نصف الطعام الفائض من وجباتنا ومعه نرمي البقية الباقية من ضمائرنا. نمارس النخاسة بأبشع أشكالها، ولو اعترفنا بعفتنا لما حق للأنظمة أن تضعنا في سوق الجواري. أمس قرأت إعلانا في جريدة محترمة تصدر في الكويت، جاء في الإعلان بشرى سارة خدامات من سيلان، المسيحية 125 دينارا، المسلمة 175 دينارا، شوف فرق العملة 50 دينار، حكيمة الإسلام من الفلبين 220 دينارا سبيشال. كما نستبدل خادمتك القديمة بواحدة جديدة، ما يقول الترتيب عليه من؟
مقابل 50 دينار. غير اوتوماتيك ابدا يتعاملون مع البشر وكما يتعامل مع الحديد. وفي ظهر الصفحه نفسها خبر يقول اسرائيل قادره على صنع الاسلحه النوويه. تخيل ماذا لدينا وماذا لديهم. وبعد هذا اقرا في برج الحظ عباره تقول لي: لقد حان الوقت لتخفيف وزنك. ولا ادري كيف علم هذا الفلكي انه قد بقي لي وزن. انا حزين ويائس حتى يثبت العكس. وكذب من قال افتتت وحدك لانكم جميعا تكون معي. ولكنني رغم كل هذا ابحث عن الامل. وقصائدي القليله التي استرقت فيها شيئا من بريق الامل لم تكن الا بسبب هؤلاء العرب الصغار الذين يتسلحون بالحجاره لرد ماء وجه المدافع اللماعه التي نشاهدها موسميا في الاعياد الوطنيه. والذين يفجرون انفسهم في جنوب لبنان لكي لا تنفجر كروش الثوريين وراء شاشات التلفزيون وعدسات الصحف. هؤلاء الصغار هم وحدهم كبار هذه الامه. وهم وحدهم بارقه الامل في ليل العرب. وهم وحدهم قطره الشرف الوحيده في بئر الدعاره العربي. يوسف في بئر البترول. 7 سنابل خضر من أعوامي تدوي يابسة في كف الأمل الدامي. أرقبها في ليل القهر تضحك صفرتها من صبري وتموت فتحيا آلامي. يا صاحب سجني نبئني ما رؤيا مأساتي هذه. فأنا في أوطان الخير ممنوع منذ الميلاد من الأحلام. وأنا أسقي ربي خمرا بيد اليمنى واليسرى تتلقى أمرا بالإعدام. وأرى شعري مزقا في أيدي الحكام. وأرى قبري ممنوعا في كل بلادي. وأرى ملك الموت يجرجر روحي أبد الدهر ما بين نظام ونظام. وأرى حول البيت الأسود بيتا أبيض يجري بثياب الإحرام. يرمي الجمرات على صدري ويقبل خشم الأصنام. ويحد السيف على نحري يوم النحر. وأرى 7 جوار كالأعلام غص بهن ضمير البحر. تحمل عرش عزيز المصري بطل العنف الثوري وعروش الأنصاب الأخرى والأزلام. وأراها تحت الأقدام تشجب ذل الاستسلام وتنادي لجهاد عذري ميدن يؤسئ من سابع ظهري. يمضي بالفتح إلى النسر ويخط سطور الإقدام ويعيد الفتح الإسلامي بصهيل الروليت الجامح من فوق الرايات الخضري. أو تطويق عذار الشرك بيوم الثأر فوق الخصر وتحت الخصر منذ حلول الليل وحتى الفجر. وأنا أرقد في غيابة بئري أشرب فقري رهن البرد ورهن ظلامي. وتمر السيارة تشري من بقيا جلدي وعظامي نيران بنادقها المزروعة في صدري بالمجان وتطلب خفض السعر. وأولو الأمر لا أحد يدري في أمري منشغلون إلى الأذقان بتطبيق الإسلام. كف تمسك كأس القهوة والأخرى تمتد لظهر غلامي يطمع في جنات تجري حين يطيع ولي الأمر.
الأرمد والكحال، هل إذا بئس كما قد عسى لا إنما من إلى في ربما هكذا سلمك الله قل الشعر لتبقى سالما هكذا لن تشهق الأرض ولن تهوي السماء هكذا لن تصبح الأوراق أكفانا ولا الحبر دما هكذا وضح معانيك دواليك دواليك لكي يعطيك واليك فما وطني يا أيها الأرمد ترعاك السماء أصبح الوالي هو الكحال فابشر بالعمى لا تهاجر لا تهاجر كل من حولك غادر كل ما حولك غادر لا تدع نفسك تدري بنواياك الدفينة وعلى نفسك من نفسك حاذر هذه الصحراء ما عادت أمينة هذه الصحراء في صحرائها الكبرى سجينة حولها ألف سفينة وعلى أنفاسها مليون طائر ترصد الجهر وما يخفى بأعماق الضمائر وعلى باب المدينة وقفت 50 قينة حسب ما تقضي الأوامر تضرب الدف وتشدو أنت مجنون وساحر لا تهاجر أين تمضي؟ رقم الناقة معروف وأوصافك في كل المخافر وكلاب الريح تجري ولدى الرمل أوامر أن يماشيك لكي يرفع بصمات الحوافر خفف الوطأ قليلا فأديم الأرض من هذه العساكر لا تهاجر اخفي إيمانك فالإيمان أستغفرهم إحدى الكبائر لا تقل إنك شاعر تب فإن الشعر فحشاء وجرح للمشاعر أنت أمي فلا تقرأ ولا تكتب ولا تحمل يراعا أو دفاتر سوف يلقونك في الحبس ولن يطبع آياتك ناشر امضي إن شئت وحيدا لا تسأل أين الرجال كل أصحابك رهن الاعتقال فالذي نام بمأواك أجير متآمر ورفيق الدرب جاسوس عميل للدوائر وابن من نامت على جمر الرمال في سبيل الله كافر ندموا من غير ضغط وأقروا بالضلال رفعت أسماؤهم فوق المحاضر وهوت أجسادهم تحت الحبال امض إن شئت وحيدا أنت مقتول على أي حال سترى غارا فلا تمشي أمامه ذلك الغار كمين يختفي حين تفوت وترى لهما على شكل حمامة وترى آلة تسجيل على هيئة بيت العنكبوت تلقط الكلمة حتى في السكوت ابتعد عنه ولا تدخل وإلا ستموت قبل أن يلقى عليك القبض فرسان العشاء سترى غارا فلا تمشي أمامه ذلك الغار كمين يختفي حين تفوت وترى لغما على شكل حمامة وترى آلة تسجيل على هيئة بيت العنكبوت تلقط الكلمة حتى في السكوت ابتعد عنه ولا تدخل وإلا ستموت قبل أن يلقي عليك القبض فرسان العشائر أنت مطلوب على كل المحاور أنت مطلوب على كل المحاور لا تهاجر اركب الناقة واشحن ألف طن قف كما أنت ورتل سورة النسف على رأس الوطن إنهم قد جنحوا للسلم فاجنح للذخائر ليعود الوطن المنفي منصورا إلى أرض الوطن
سترى غارا فلا تمشي أمامه، ذلك الغار كمين يختفي حين تفوت، وترى لهما على شكل حمامة، وترى آلة تسجيل على هيئة بيت العنكبوت، تلقط الكلمة حتى في السكوت، ابتعد عنه ولا تدخل، وإلا ستموت قبل أن يلقي عليك القبض فرسان العشائر. أنت مطلوب على كل المحاور، لا تهاجر، اركب الناقة واشحن 1000 طن، قف كما أنت ورتل صورة النسف على رأس الوطن، إنهم قد جنحوا للسلم فاجنح للذخائر، ليعود الوطن المنفي منصورا إلى أرض الوطن. اعترافات كذاب. بملء رغبتي أنا ودون ما إرهاب، أعترف الآن لكم بأنني كذاب. وقفت طول الأشهر المنصرمة أخدعكم بالجمل المنمنمة، وأدعي أني على صواب، وها أنا أبرأ من ضلالتي. قولوا معي اغفر وتب يا رب يا تواب. قلت لكم إن فمي في أحرف مذاب، لأن كل كلمة مدفوعة الحساب لدى الجهات الحاكمة، أستغفر الله فما أكذبني. فكل ما في الأمر أن الأنظمة بما أقول مغرمة، وأنها قد قبلتني في فمي فقطعت لي شفتي من شدة الإعجاب. قلت لكم بأن بعض الأنظمة غربية لكنها مترجمة، وأنها لأتفه الأسباب تأتي على دبابة مطهمة، فتنشر الخراب، وتجعل الأنام كالدواب، وتضرب الحصار حول الكلمة. أستغفر الله فما أكذبني. فكلها أنظمة شرعية جاء بها انتخاب، وكلها مؤمنة تحكم بالكتاب، وكلها تستنكر الإرهاب، وكلها تحترم الرأي وليست ظالمة، وكلها مع الشعوب دائما منسجمة. قلت لكم إن الشعوب المسلمة رغم غناها معدمة، وإنها بصوتها مكممة، وإنها تسجد للأنصاب، وإن من يسرقها يملك مبنى المحكمة ويملك القضاة والحجاب. أستغفر الله فما أكذبني. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي ذاهبا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. فها هي الأحزاب تبكي لدى أصنامها المحطمة، وها هو الكرار يدحو الباب على يهود الدونمة، وها هو الصديق يمشي زاهدا مقصر الثياب، وها هو الدين لفرط يسره قد احتوى مسيلمة، فعاد بالفتح بلا مقاومة من مكة المكرمة. يا ناس لا تصدقوا فإنني كذاب. كان وحده شاعرا صعر للشيطان خده، حين كان الكل عبده، واحتوى في الركعة الأولى يد الفأس، وألقى هامة اللات لدى أول سجدة، فتسامت به أرواح السماوات، ولكن وقفت كل كلاب الأرض ضده، تمضغ العجز وتشكو شدة الضعف لدى أضعف شدة. لم يكن معجزة، لكن صوت الكلمة يبعث الخوف بقلب الأنظمة،
فتظن الهمس رعدة. كان وحده شاعرا مد السماوات لحافا وطوى الأرض مخدة. فغدت تهفو إلى نعليه تيجان الرؤوس المستبدة، والأذى يخطب وده، غير أن النسمة السكرى إذا مرت به تجرح خده. لم يكن معجزة، لكن مجد الكلمة كلما أجرى جبان دمه رد دمه، وبنى في موضع الطعنة مجده. كان وحده شاعرا يرهب حد السيف حده، وتخاف النار برده، ويخاف الخوف عنده. لم تقيده قيود القهر، لكن هو من قيد قيده. ورمى الرعب بقلب الجند لما أضحت الأحرف جنده، وبحرف أعزل أرهب سيف الأنظمة. لم يكن معجزة، لكن صدق الكلمة يطعن السيف بوردة. كان وحده لفغ الكلمة في المهد، وحين اجتاز مهده وجد الحبل معدا، وفم القبر معدا، والقرارات معدة، فأعاد القول، لكن مهده أصبح لحدة. فاكتبوا في الخاتمة رحم الله قتيل الأنظمة، واكتبوا لا رحم الله ولاة الأمر بعده. تقرير. كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات. كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات. فدعاني حارس الأمن لأعدم، بعدما أثبت تقرير الوفاة أن كلب السيد الوالي تسمم. كلب والينا المعظم عضني اليوم ومات. فدعاني حارس الأمن لأعدم، بعدما أثبت تقرير الوفاة أن كلب السيد الوالي تسمم. شهادة. في ساعة الولادة أمسكني الطبيب بالمقلوب، لكنني صرخت فوق العادة، رفضت أن أجيء للحياة بالمقلوب، فردني حرا إلى والدتي. قال لها: تقبل العزاء يا سيدتي، هذا فتى موهوب، مصيره في صوته مكتوب. وقبل أن يغادر العيادة قبلني، ثم بكى ووقع الشهادة. لمن نشكو مآسينا؟ ومن يصغي لشكوانا ويجدينا؟ أنشكو موتنا ذلا لوالينا؟ وهل موت سيحيينا؟ قطيع نحن والجزار راعينا، ومنفيون نمشي في أراضينا، ونحمل نعشنا قسرا بأيدينا، ونعرض عن تعازينا لنا فينا. فوالينا أدام الله والينا، رآنا أمة وسطا، فما أبقى لنا دنيا ولا أبقى لنا دينا. ولاة الأمر ما كنتم، ولا هنتم، ولا أديتم اللينا، جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بل وأعادينا، وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تهديدكم حينا وفي تنديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله، لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر ما كنتم، ولا هنتم،
ولا أبديتم اللين. جزاكم ربنا خيرا، كفيتم أرضنا بلوى أعادينا، وحققتم أمانينا. وهذه القدس تشكركم، ففي تنديدكم حينا وفي تهديدكم حينا سحقتم أنف أمريكا فلم تنقل سفارتها، ولو نقلت معاذ الله لو نقلت لضيعنا فلسطين. ولاة الأمر هذا النصر يكفيكم ويكفينا. تهانينا. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين. تهت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي أمام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في أقصى اليمين. جئت عن بيت صديقي فسألت العابرين، قيل لي امشي يسارا سترى خلفك بعض المخبرين، حد لدى أولهم سوف تلاقي مخبرا يعمل في نصب كمين. اتجه للمخبر البادي أمام المخبر الكامن واحسب سبعة ثم توقف، تجد البيت وراء المخبر الثامن في أقصى اليمين. حفظ الله أمير المخبرين. حفظ الله أمير المخبرين، فلقد أدخم بالأمن بلاد المسلمين. أيها الناس اطمئنوا، هذه أبوابكم محروسة في كل حين، فادخلوها بسلام آمنين. المرء في أوطاننا معتقل في جلده منذ الصغر، وتحت كل قطرة من دمه مختبئ كلب أثر. بصماته لها صور، أنفاسه لها صور، أحلامه لها صور. المرء في أوطاننا ليس سوى إضبارة غلافها جلد بشر. أين المفر؟ أوطاننا قيامة لا تحتوي غير سقر، والمرء فيها مذنب وذنبه لا يغتفر. إذا أحس أو شعر يشنقه الوالي قضاء وقدر، إذا نظر تدهسه سيارة القصر قضاء وقدر، إذا شكى يوضع في شرابه سم قضاء وقدر. لا درب كلا لا وزر، ليس من الموت مفر. يا ربنا لا تلم الميت في أوطاننا إذا انتحر، فكل شيء عندنا مؤمم حتى القضاء والقدر. غفت الحرائق أسبلت أجفانها سحب الدخان، الكل فان، لم يبق إلا وجه ربك ذي الجلالة واللجان. ولقد تفجر شاجدا ومنددا ولقد أدان، فبأي آلاء الولاة تكذبان. وله الجوار الثائرات بكل حان، وله القيان، وله الإذاعة دجن المذياع لقنه البيان. الحق يرجع بالربابة والكمان، فبأي آلاء الولاة تكذبان. عقد الرهان ودعا إلى نصر الحوافر بعدما قتل الحصان، فبأي آلاء الولاة تكذبان. وقضية حبلى قد انتبذت مكانا ثم أجهضها المكان، فتململت من تحتها وسط الركام قضيتان،
فبأي آلاء الولاة تكذبان؟ من مات مات، ومن نجا سيموت في البلد الجديد من الهوان، فبأي آلاء الولاة تكذبان؟ في الفقه تلهث فأرتان، تتطلعان إلى الخلاص على يد القطط السمان، فبأي آلاء الولاة تكذبان؟ خلق المواطن مجرما حتى يدان، والحق ليس له لسان، والعزم ليس له يدان، والسيف يمسكه جبان، وبدمعنا ودمائنا سقط الكيان، فبأي آلاء الولاة تكذبان؟ في كل شبر من دم سيذاب كرسي ويسقط بهلوان، فبأي آلاء الشعوب تكذبان؟ المعجزات كلها في بدني، المعجزات كلها في بدني، حي أنا لكن جلدي كفني، أسير حيث أشتهي لكنني أسير، نصف دمي بلازمة ونصفه خفير، مع الشهيق دائما يدخلني ويرسل التقرير في الزفير. المعجزات كلها في بدني، حي أنا لكن جلدي كفني، أسير حيث أشتهي لكنني أسير، نصف دمي بلازمة ونصفه خفير، مع الشهيق دائما يدخلني ويرسل التقرير في الزفير، وكل ذنبي أنني آمنت بالشعر وما آمنت بالشعير في زمن الحمير. أيها الناس اتقوا نار جهنم، لا تسيئوا الظن بالوالي، فسوء الظن في الشرع محرم. أيها الناس أنا في كل أحوالي سعيد ومنعم، ليس لي في الدرب سفاح ولا في البيت مأتم، ودمي غير مباح وفمي غير مكمم، فإذا لم أتكلم لا تشيعوا أن للوالي يدا في حبس صوتي، بل أنا يا ناس أبكم، قلت ما أعلمه عن حالتي والله أعلم. أكاد لشدة القهر أظن القهر في أوطاننا يشكو من القهر، ولي عذري لأني أتقي خيري لكي أنجو من الشر، فأنكر خالق الناس ليأمن خالق الناس ولا يرتاب في أمري، لأن الكفر في أوطاننا لا يورث الإعدام كالفكر، وأحيي ميت إحساسي بأقداح من الخمر، فألعن كل دساس ووسواس وخناس، ولا أخشى على نحري من النحر، لأن الذنب مغتفر وأنت بحالة السكر. ومن حذري أمارس دائما حرية التعبير في سري، وأخشى أن يبوح السر بالسر، أشك بحر أنفاسي فلا أدنيه من ثغري، أشك بصمت كراسي، أشك بنقطة الحبر، وكل مساحة بيضاء بين السطر والسطر، ولست أعد مجنونا بعصر السحت والعصر، إذا أصبحت في يوم أشك بأنني غيري، وأني هارب مني، وأني أختفي أثري ولا أدري. إذا ما عدت الأعمار بالنعمة وباليسر، فعمري ليس من عمري، لأني شاعر حر، وفي أوطاننا يمتد عمر الشاعر الحر إلى أقصاه بين الرحم والقبر على بيت من الشعر.
صدري أنا زنزانة قضبانها ضلوعي، يدهمها المخبر بالهلوع، يقيس فيها نسبة النقاء في الهواء ونسبة الحمرة في دمائي. وبعدما يرى الدخان ساكنا في رئتي والدم في قلبي كالدموع، يلومني لأنني مبذر في نعمة الخضوع. شكرا طويل العمر إذ أطلت عمر جوعي، لو لم تمت كل كريات دم الحمراء من قلة الغذاء لم تشل المخبر شيئا من دمي، ثم ادعى بأنني شيوعي. صدري أنا زنزانة قضبانها ضلوعي، يدهمها المخبر بالهلوع، يقيس فيها نسبة النقاء في الهواء ونسبة الحمرة في دمائي. وبعدما يرى الدخان ساكنا في رئتي والدم في قلبي كالدموع، يلومني لأنني مبذر في نعمة الخضوع. شكرا طويل العمر إذ أطلت عمر جوعي، لو لم تمت كل كريات دم الحمراء من قلة الغذاء لن تشل المخبر شيئا من دمي، ثم ادعى بأنني شيوعي. بدعة عند ولاة الأمر صارت قاعدة، كلهم يشتم أمريكا، وأمريكا إذا ما نهضوا للشتم تبقى قاعدة، فإذا ما قعدوا تنهض أمريكا لتبني قاعدة. هرم الناس وكانوا يرضعون عندما قال المغني عائدون. يا فلسطين وما زال المغني يتغنى، وملايين اللحون في فضاء الجرح تفنى، واليتامى من يتامى يولدون. يا فلسطين وأرباب النضال المدمنون ساءهم ما يشهدون، فمضوا يستنكرون ويخوضون النضالات على هز القنان وعلى هز البطون. عائدون ولقد عاد الأسى للمرة الألف، فلا عدنا ولا هم يحزنون. أيها الناس قفا نضحك على هذا المآل، رأسنا ضاع فلم نحزن، ولكننا غرقنا في الجدال عند فقدان النعال. لا تلوموا نصف شبر عن صراط الصف مال، فعلى آثاره يلهث أقزام طوال، كلهم في ساعة الشدة آباء رغال. لا تلوموه، فما كان فدائيا بأحراج الإذاعات، وما باع الخيال في دكاكين النضال. هو منذ البدء ألقى نجمة فوق الهلال، ومن الخير استقال. هو إبليس فلا تندهشوا لو أن إبليس تمادى في الضلال. نحن بالدهشة أولى من سوانا، فدمانا صبرت راية فرعون، وموسى فلق البحر بأشلاء العيال، ولدى فرعون قد حط الرحال. ثم ألقى الآية الكبرى يدا بيضاء من ذل السؤال، أفلح السحر فها نحن بيافا نزرع القات، ومن صنعاء نجني البرتقال.
أيها الناس، لماذا نهدر الطاقة في قيل وقال؟ نحن في أوطاننا أسرى على أي حال، يستوي الكبش لدينا والغزال، فبلاد العرب قد كانت وحتى اليوم هذا ما تزال تحت نير الاحتلال، من حدود المسجد الأقصى إلى البيت الحلال. لا تنادوا رجلا، فالكل أشباه رجال وحواة أثقل الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال، كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن بعد أن يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال. وكفى الله السلاطين القتال. لا تنادوا رجلا، فالكل أشباه رجال وحواة أثقل الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال، كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن بعد أن يبرد فينا الانفعال سيقول. لا تنادوا رجلا، فالكل أشباه رجال وحواة أثقل الرقص على شتى الحبال، ويمينيون أصحاب شمال يتبارون بفن الاحتيال، كلهم سوف يقولون له بعدا، ولكن بعد أن يبرد فينا الانفعال سيقولون تعال. وكفى الله السلاطين القتال. إنني لا أعلم الغيب، ولكن صدقوني ذلك الطربوش من ذاك العقاد. أذكر ذات مرة أن فمي كان به لسان، وكان يا ما كان يشكو غياب العدل والحرية، ويعلن احتقاره للشرطة السرية، لكنه حين شكى أجرى له السلطان جراحة رسمية، من بعد ما أثبت بالأدلة القطعية أن لساني في فمي زائدة دودية. لا تسألوا كيف اختفت لافتة الشعرية، لا تسألوا، فهذه الأوطان تعتقل الفأس إذا ما حلت الأوثان، وهذه الأوطان تودع الملاك دوما عندما تستقبل الشيطان، وهذه الأوطان إذا أتاها ظالم تذبح كل طائر مغرد وزهرة برية، لأنها تخشى على شعوره من منظر الحرية. حلفتكم بالله ألا تلمسوا أوتاري الصوتية. يا ناس إني صامت، وأحمد الله إذا لم أعتقل بتهمة الكتمان، فالشاعر الشريف في أوطاننا يدان أو يدان، يا سادتي تلك هي القضية. وضعوا فوق فمي كلب حراسة، وبنوا للكبرياء في دمي سوق نقاسة، وعلى صحوة عقلي أمروا التخدير أن يسكب كاسة، ثم لما صحت قد أغرقني فيض النجاسة، قيل لي لا تتدخل في السياسة. تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة، وبتوقيعي بأوطان الجواري يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة، وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان الحماسة، بدمي ترسم لوحات شقائي،
فأنا الفن وأهل الفن ساسة، فلماذا أنا عبد والسياسيون أصحاب قداسة؟ قيل لي لا تتدخل في السياسة، شيدوا المبنى وقالوا أبعدوا عنه أساسا. أيها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يفقد رأسه؟ وضعوا فوق فمي كلب حراسة، وبنوا للكبرياء في دمي سوق نخاسة، وعلى صحوة عقلي أمروا التخدير أن يسكب كاسة، ثم لما صحت قد أغرقني فيض النجاسة، قيل لي لا تتدخل في السياسة. تدرج الدبابة الكسلى على رأسي إلى باب الرئاسة، وبتوقيعي بأوطان الجواري يعقد البائع والشاري مواثيق النخاسة، وعلى أوتار جوعي يعزف الشبعان ألحان الحماسة، بدمي ترسم لوحات شقائي، فأنا الفن وأهل الفن ساسة، فلماذا أنا عبد والسياسيون أصحاب قداسة؟ قيل لي لا تتدخل في السياسة، شيدوا المبنى وقالوا أبعدوا عنه أساسا. أيها السادة عفوا، كيف لا يهتز جسم عندما يفقد رأسه؟ يعوي الكلب إن أوجعه الضرب، يعوي الكلب إن أوجعه الضرب، فلماذا لا يصحو الشعب وعلى دمه وعلى فمه ينهض كلب وعلى دمه يقعي كلب؟ الذل بساحتنا يسعى، فلماذا نرفض أن نحبو؟ ولماذا ندخل أبرهة في كعبتنا ونؤذن للكعبة رب؟ نحن نفوس يأنف منها العار ويخجل منها العيب، وتباهي فيها الأمراض ويمرض فيها الطب، حق علينا السيف وحق الضرب، لا ذنب لنا، لا ذنب لنا، نحن الذنب. يعوي الكلب إن أوجعه الضرب، فلماذا لا يصحو الشعب وعلى فمه ينهض كلب وعلى دمه يقعي كلب؟ الذل بساحتنا يسعى، فلماذا نرفض أن نحبو؟ ولماذا ندخل أبرهة في كعبتنا ونؤذن للكعبة رب؟ نحن نفوس يأنف منها العار ويخجل منها العيب، وتباهي فيها الأمراض ويمرض فيها الطب، حق علينا السيف وحق الضرب، لا ذنب لنا، لا ذنب لنا، نحن الذنب. أنا من تراب وماء، أنا من تراب وماء، خذوا حذركم أيها السابلة، خطاكم على جثتي نازلة، وصمتي سخاء، لأن التراب صميم البقاء، وأن الخطى زائلة، ولكن إذا ما حبستم بصدر الهواء، سلوا الأرض عن مبدأ الزلزلة، سلوا عن جنوني ضمير الشتاء، أنا الغيمة المثقلة، إذا أجهشت بالبكاء، فإن الصواعق في دمعها مرسلة. أجل إنني أنحني، فاشهدوا ذلتي الباسلة، فلا تنحني الشمس إلا لتبلغ قلب السماء، ولا تنحني السنبلة إذا لم تكن مثقلة، ولكنها ساعة الانحناء تواري بذور البقاء، فتخفي برحم الثرى ثورة مقبلة. أجل إنني أنحني، فاشهدوا ذلتي الباسلة، فلا تنحني الشمس إلا لتبلغ قلب السماء، ولا تنحني السنبلة إذا لم تكن مثقلة، ولكنها ساعة الانحناء تواري بذور البقاء،
فتخفي برحم الثرى ثورة مقبلة. أجل إنني أنحني تحت سيف العناء، ولكن صمتي هو الجلجلة، وذل انحنائي هو الكبرياء، لأني أبالغ في الانحناء لكي أزرع القنبلة. ثم قالوا لي تأقلم، وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء. قلت أعدم، فاخنقوا بالحبل صوت الببغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم. وضعوني في إناء، ثم قالوا لي تأقلم، وأنا لست بماء، أنا من طين السماء، وإذا ضاق إنائي بنموي يتحطم. خيروني بين موت وبقاء، بين أن أرقص فوق الحبل أو أرقص تحت الحبل، فاخترت البقاء. قلت أعدم، فاخنقوا بالحبل صوت الببغاء، وأمدوني بصمت أبدي يتكلم. حين ولدت ألفيت على مهدي قيدا، ختموه بوشم الحرية وعبارات تفسيرية، يا عبد العزى كن عبدا. وكبرت ولم يكبر قيدي، وهرمت ولم أترك مهدي، لكن لما تدعو المسؤولية يطلب داعي الموت الرد، فأكون لوحدي الأضحية. ردوا الإنسان لأعماقي، وخذوا من أعماقي القردة، أعطوني ذاتي كي أثني ذاتي، ردوا لي بعض الشخصية، كيف تفور النار بصدري وأنا أشكو البرد؟ كيف سيومض برق الثأر بروحي ما دمتم تخشون الرعد؟ كيف أغني وأنا مشنوق أتدلى من تحت حبال صوتي؟ كي أعرف معنى الحرية وأموت فداء الحرية، أعطوني بعض الحرية. وقيل لي ما أجمل الحياة في هذه البلاد، الظن فيها حسن وصمتها شفاء، لكنني في هذه البلاد كتبت لا إله إلا الله، فأحرقوا قصيدتي وأحرقوني معها بتهمة الإلحاد. حكاية عباس. عباس وراء المتراس، يقظ منتبه حساس، منذ سنين الفتح يلمع سيفه ويلمع شاربه أيضا، منتظرا محتضنا دفة، بلع السارق ضفة، قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، بقي الضفة، لملم عباس ذخيرته والمتراس، ومضى يصقل سيفه. عبر اللص إليه وحل ببيته،
أصبح ضيفة. قدم عباس له القهوة ومضى يصطد سيفه. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذ لي يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا. صرخت زوجته: عباس، ضيفك راودني عباس، أبناؤك قتلى عباس، قم أنقذني يا عباس. عباس اليقظ الحساس منتبه لم يسمع شيئا، زوجته تغتاب الناس. صرخت زوجته: عباس، الضيف سيسرق ناجتنا. قلب عباس القرطاس، ضرب الأخماس لأسداس، أرسل برقية تهديد. فلمن تصقل سيفك يا عباس في وقت الشدة؟ تصقل سيفك يا عباس. وجوهكم أقنعة بالغة المرونة، طلاؤها حصافة وقعرها رعونة، صفق إبليس لها مندهشا وباعكم فنونة، وقال إني راحل ما عاد لي دور هنا، دوري أنا أنتم ستلعبون. ودارت الأدوار فوق أوجه قاسية تعدلها من تحتكم ليونة، فكلما نام العدو بينكم رحتم تقرعون، لكنكم تجرون ألف قرعة لمن ينام دون. وغاية الخشونة أن تندبوا: قم يا صلاح الدين قم، حتى اشتكى مرقده من حوله العفونة. كم مرة في العام توقظون، كم مرة على جدار الجبن تجلدون، أيطلب الأحياء من أمواتهم معونة، وإن أتى بلكنة غريبة فهل تترجمون. دعوا صلاح الدين في ترابه واحترموا سكونه، لأنه لو قام حقا بينكم فسوف تقتلونه. الثور والحظيرة. الثور فر من حظيرة البقر، الثور فر، فثارت العجول في الحظيرة تبكي فرار قائد المسيرة، وشكلت على الأثر محكمة ومؤتمر. فقائل قال قضاء وقدر، وقائل لقد كفر، وقائل إلى سقر، وبعضهم قال امنحوه فرصة أخيرة لعله يعود للحظيرة. وفي ختام المؤتمر تقاسموا مربطه وجمدوا شعيرة. وبعد عام وقعت حادثة مثيرة، لم يرجع الثور ولكن ذهبت وراءه الحظيرة. القرصان. بنينا من ضحايا أمسنا جسرا، وقدمنا ضحايا يومنا ندرا، لنلقى في غد النصر. ويممنا إلى المسرى وكدنا نبلغ المسرى، ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا. فألقينا بباب الصبر قتلانا، وقلنا إنه أدرى، وبعد الصبر ألفينا العدا قد حطموا الجسر. فقمنا نطلب الثأر، ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا.
فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى وآلافا من الجرحى وآلافا من الأسرى، وهد الحمل رحم الصبر حتى لم يطق صبرا فأنجب صبرنا صبرا. وبعد الصبر ألفينا العدا قد حطموا الجسر، فقمنا نطلب الثأر، ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا. فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى وآلافا من الجرحى وآلافا من الأسرى، وهد الحمل رحم الصبر حتى لم يطق صبرا فأنجب صبرنا صبرا، وعبد الذات لم يرجع لنا من أرضنا شبرا. ولم يضمن لقتلانا بها قبرا، ولم يلق ليذا في البحر، بل ألقى دمانا وامتقى البحر. فسبحان الذي أسرى بعبد الذات من صبرا إلى مصر، وما أسرى به للضفة الأخرى. بنينا من ضحايا أمسنا جسرا. ما صار الشريط ماشي. بنينا من ضحايا أمسنا جسرا، وقدمنا ضحايا يومنا نذرا، لنلقى في غد النصر. ويممنا إلى المسرى وكدنا نبلغ المسرى، ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا. فألقينا بباب الصبر قتلانا وقلنا إنه أدرى. وبعد الصبر ألفينا العدا قد حطموا الجسر، فقمنا نطلب الثأر، ولكن قام عبد الذات يدعو قائلا صبرا. فألقينا بباب الصبر آلافا من القتلى وآلافا من الجرحى وآلافا من الأسرى، وهد الحمل رحم الصبر حتى لم يطق صبرا فأنجب صبرنا صبرا، وعبد الذات لم يرجع لنا من أرضنا شبرا. ولم يضمن لقتلانا بها قبرا، ولم يلق ليذا في البحر، بل ألقى دمانا وامتقى البحر. فسبحان الذي أسرى بعبد الذات من صبرا إلى مصر، وما أسرى به للضفة الأخرى. قبلة بوليسية. عندي كلام رائع لا أستطيع قوله، أخاف أن يزداد طيني بلة، لأن أبجديتي في رأي حامي عزتي لا تحتوي غير حروف العلة. فحيث صرت مخبر يلقي علي ظلة، يلصق بي كالنملة، يبحث في حقيبتي، يسبح في محبرتي، يطلع لي في الحلم كل ليلة. حتى إذا قبلت يوما زوجتي أشعر أن الدولة قد وضعت لي مخبرا في القبلة. يقيس حجم رغبتي، يطبع بصمة لها عن شفتي، يرصد وعي الغفلة. حتى إذا ما قلت يوما جملة يعلن عن إدانتي ويطرح الأدلة. لا تسخروا مني، فحتى القبلة تعد في أوطاننا حادثة تمس أمن الدولة. أنا ليس لي علم الحواة كي أخرج الجبل العظيم من الحصات، وأجر آلاف الفوارس كالأرانب من بطون القبعات. أنا ليس لي علم لتعبئة الشجاعة في القنان، أو فن تحويل الخروف إلى حصان. أنا لست إلا شاعرا أبصرت نار العار ناشبة بأردية الغفاة، فصرخت هبوا للنجاة، فإذا أفاقوا للحياة ستحتفي بهم الحياة. وإذا تلاشى الصرخة وسط الحرائق كالدخان، فلأن صرخة شاعر لا تبعث الروح الطليقة في الرفات.
أنا شاعر حر أعاني من حرقة الآباء، أقتبس المعاني ومداد أشعاري تقاطر من دموع الأمهات. فمتى ستوحي بالهوى شفة الهواني، ومتى ستطلع وردة الآمال في تلك الدوات؟ شاري عصارة عصركم، لا تطلبوا مني اصطناع المعجزات. أوطانكم رهن المنية، والبقية في حياة الصولجان. ورقابكم تحت السيوف، وحتفكم فوق اللسان. ودماؤكم تجري دراهم فوق أفخاذ الغواني، ولواتكم سجادة لنعال أبناء الذوات. هذه بذور حياتكم، واللافتات هي النبات. لا سوق عندي للأماني، روح اشتروا تلك البضاعة من دكاكين الولاة، أنا لا أبيع مخدرات. الممثل المشهور: أهلكنا الممثل المشهور، أهلكنا الممثل المشهور، أدى على أجسادنا دورة، أجرى دمانا قطرة قطرة، وقبل أن ينجاب عنه النور صب طلاء الدمع والحسرة، واصطفق الستار فوق نعشنا وصفق الجمهور. ولن تزل فرقتنا من أبد الدهور تقيم في الهجرة، تعرض كل ليلة لسادة القصور رواية مرة عن هتك عرض امرأة حرة كان اسمها ثورة. ولم تزل فرقتنا من أبد الدهور تقيم في الهجرة، تعرض كل ليلة لسادة القصور رواية مرة عن هتك عرض امرأة حرة كان اسمها ثورة. وفي ختام عرضنا يغادر الممثل المشهور للحج والعمرة، يرجو ثواب ربه ويبتغي أجره، يبوس خشم بيته المعمور، ثم يعود سالما وغانما، وحجه مبرر وذنبه مغفور. أهلكنا الممثل المشهور، مزقنا أكثر من مرة، لكننا برغم ما أصابنا نخاف أن نثور، نخاف أن تنقطع الأجور، لأنه الممثل الوحيد في فرقتنا، وذلك الجمهور لا يرتضي غيره. حتى متى نلف حول قبرنا، حتى متى ندور، قد آن أن تنقطع الشعرة، وتكثر الجرة بالجرة، ويكشف المستور. عاش إباء جوعنا في المسرح المهجور، ويسقط الممثل المشهور، ويسقط الجمهور. لا عرض بعد اليوم بالمرة، لا عرض بالمرة، فغاية القصور في الثورة أن تعرض الثورة في القصور. حتى متى نلف حول قبرنا، حتى متى ندور، قد آن أن تنقطع الشعرة، وتكثر الجرة بالجرة. عاش إباء جوعنا في المسرح المهجور، ويسقط الممثل المشهور، ويسقط الجمهور. لا عرض بعد اليوم بالمرة، لا عرض بالمرة، فغاية القصور في الثورة أن تعرض الثورة في القصور. الملايين على الجوع تنام، وعلى الخوف تنام، وعلى الصمت تنام. والملايين التي تسرق من جيب النيام، تتهاوى فوقهم سيل بنادق ومشانق وقرارات اتهام، كلما نادوا بتقطيع ذراعي كل سارق وبتوفير الطعام. عرضنا يهتك فوق الطرقات، وحماة العرض أولاد حرام، نهضوا بعد الثبات
يفرشون البسط الحمراء من فيض دمانا تحت أقدام السلام. أرضنا تصبر عاما بعد عام، وحماة الأرض أبناء السماء عملاء، لا بهم زلزلة الأرض ولا في وجههم قطرة ماء. كلما ضاقت بنا الأرض أفادونا بتوسيع الكلام حول جدوى القرفصاء، وأبادوا بعضنا من أجل تخفيف الزحام.